هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا كتير منيح. وانتم شفتوا هذا الفيديو اليوم، رجعت لكم فيديو جديد، وهذا الفيديو راح يكون عن راح اجاوب على الاسئله اللي القاها كتير متكرره في الفيديوهات اللي منزلها انا. بس قبل ما نبدا الفيديو، حطوا لايك، اشتركوا بالقناه، ويلا نبدا الفيديو. ويلا نبدا باول سؤال، واللي هو ممكن تقولي لي وين الولايه اللي يقدروا يشحنوا فيها، ومن بينهم الجزائر العاصمه ولا لا؟ ايه، من بينهم الجزائر العاصمه وكل البلدان، يعني ولايات يقدروا يشحنوا فيها. والسؤال اللي بعده يقول: انتي جزائرية، كيف شحنتي؟ سويت عليها فيديوهين اتوقع، ولا المهم تلقوه في قناتي، سويت فيديوهات كتير عن كيف اشحن في الجزائر، روحوا شوفوه. والكومنت اللي بعده: اسمعي، ممكن نشحن عن طريق اريدو؟ والله ما بعرف اذا نقدر نشحن عن طريق اريدو ولا لا، بس لازم اتحرى شوي على هالموضوع، بعدين يمكن اعمل عليه فيديو اذا عرفت شي. الكومنت اللي بعده بيقول: بليز قولي لي صح بسو السيستم تاع شحن روبلوكس في الجزائر. يب، انا لما رحت اخر مره، يعني قبل هيك 10 اشهر او عام اصلا، قلت لهم، قالوا لي انه ما نقدر نشحن عشان روبلوكس حبس السيستم تبع على كل العالم، مو بس على الجزائر. بس الحين اتوقع فتحت عشان الناس عم تشحن عادي، اتوقع فتحت، فالحين ما راح تلاقوا مشكله، بس مره على مره تلاقوا مشكله هيك صغيره زي ما اجتني انا. السؤال اللي بعده، واحده بتقول اني انا مغربيه، لا انا جزائريه مو مغربيه. كومنت اللي بعده: شكرا مره لانه جاني صفر روبوكس. عفوا. على كل حال، اول شيء بقول يعني الشيء لازم تعرفوه انه هذا الفيديو سويته مو انا اللي جبته من راسي واخترعته. شفت الناس بيقولوا انه يعني طريقه مجانيه، قلت لكم خلونا نجرب ونشوف اذا صح ولا لا، ولقيناه كذب مو صح. فلا تحط اللوم علي او شيء هيك، عشان انا ما عم اخدعكم او شيء هيك، قلت لكم الناس بيقولوا خلونا نجرب. والطريقه كمان، الفيديوهات اللي قلت لكم كمان عليه هذا اللي حط صورته هون، كمان ما جاب لي ولا روبيكس، عشان وعدتكم اذا جاب لي روبيكس بقول، واذا ما اجاني اقول ما جاني، يعني خلاص، يعني لا تسووا هالطرق. بس يعني احنا جربنا ونشوف الناس اذا صح أو يكذبوا. فلأنه جاني كتير 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 تعليقات سلبية: لا تكذبين، لا تكذبين، لا تجربوا، ليش تكذابة، الكذابة يكذب، يعني هيك شوي. فحبيت يعني أوضح الأمر. تعليق اللي بعده بيقول: إن صفت عيش اختي قولي لي بواش ديري المونتاج، بكري كنت بكينج ماستر ودورك بواش بيسك، ما عندكش العلم مائية. راني ندير بفيفا كات، هو تمزف مليح، اللي يحبوا يشتركوا فيه يديروا فيديو كيما يحبوا، اللي ما يشتركوش فيه لازم يديروا فيديو غير فيه 5 دقائق برك. المهم هو يشبه ال واسمه الاخر، المهم ما يهمناش، راني ندير التفاصيل المملة. اوكي، خلونا نروحوا، يلا نروح، يلا بنروح للكومنت اللي بعد. خلبط خلص انا. الكومنت اللي بعده مكتوب: كيفاه شحنتي؟ ما راح اعيد كتير في الكلام، عشان انا سويت كتير من الفيديوهات كيف اشحن بالجزائر، وادخلوا للفيديوهات وخلاص، يعني دوروا على ما راح احط لكم اللينك او صورة مصغرة، لازم تدوروا شوي اجتهاد، دوروا شوي في قناتي بتلاقوا هيك مكتوب كيف شحنت وانا بالجزائر، فيديوهين، فيديوهات يس اتوقع فيديوهين سويت عليهم. اوكي، روحوا روحوا، يلا روحوا دوروا، لا تسالوني مرة جاية ما بدي الاقي نفس السؤال. يلا بنروح للسؤال او الكومنت اللي بعده. المشكلة اني شحنتها وما ادري وش فايدتها البريمي، قصدك بروميوم، ممكن تقولوا لي وش فايدتها؟ لانه شحنتها وما ادري وش استفدت. يعني هي بتحمي حسابك، بتأمن حسابك، اتوقع من الهاكرين، ما يقدر احد يهكرك او يسرقك او يبندك، اتوقع هيك. المهم هي عندها كتير فوائد حلوة، ما بعرف كيف، يعني تصيري معززة عند روبلوك، يعني معززة مكرمة. وكمان عشان المتنمرين، انه في ناس نفسيتهم كتير ضعيفة لما يتنمروا عليهم في لعبة روبلوكس، يقولوا لهم نوب وهيك اشياء، ويشحنوا لازم تشحنوا بروميوم وهيك اشي، يعني كأنه يقول لهم ما بعرف كيف، يعني يدخل في حالة اكتئاب وحالة حزن عشان يعني مو شاحنين. فلما يشحنوا بروميوم يعني يكون اشي حلو هيك. انا ما رح طول الفيديو لهون وبس، عشان حكيت كتير. المهم فايدتها عندها فائد كتير حلوة، بتأمن حسابك وما تتبندع، اتوقع هيك. المهم لما تشحني بروميوم تكوني معززة ومكرمة عند روبلوكس. يس، لايك سبسكرايب، كتير 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 بحبكم، باي.